جبنا لازم نعمل عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الامل موزون وفيها من الجمال افراح. لا استني انت امال موزون يعني ايه امال ويعني ايه موزون؟ معلش موزون يعني ميزان بيوزن. يعني ايه امال بقى موزون؟ الامل بيتوزن. امل ايه هو الامل؟ امال يعني ايه امال؟ امل يا مش مشكله. طب بيتوزن بيتوزن ازاي؟ بالميزان. تعالي ندخل في الفيديو يلا خلاص. جربنا معكم في الفيديو اللي فات نعمل بالونه بسيطه جدا بنانو تيب كتجربه اولى. هنجرب بقى معكم في الفيديو ده تجربه غريبه جدا. الفيديو اللي قدامكم ده بيقول ان احنا لو جبنا نانو تيب وعملنا نفس البالونه بس جبنا الحاجات اللي بتدور في بتدور بتنور في الضلمه كسرناها وخدنا الفطرول اللي بيكون جواه وحطيناه في البالونه الكوره هتنور بكل سحر. قلنا بقى ان احنا نحط شويه ونزود بقى عليهم تركيه من عندنا. هنحط تشكيله كده حاجه برضو مختلفه نسيت اقولها لكم ان احنا هنعملها المره دي بالشكل ال بش بعدي شويه ما انت ما هنجربها النهارده بالشكل المكعب زي ما طلبته في الفيديو اللي فات ويلا بينا نبتدي. ايه ده يا ده طلع لجوه ده بقى يتقص من فوق ومن تحت. ايه ده انت كسرتيها يا مسام كسرتها يا مسك. استني لا انا كسرتها يا هات حبيبتي. لا استني مش انا النور يطلع بعدين نقوم قصرها قصر. نبدا بقى مرحله القص. ست المكعب فيه كم وش؟ خمسه وش وتحت وجنبه وجنبه ووش وضهر. لا خمسه سته هنقص ست مربعات ونرجع لكم تاني. وبعد معاناة اخيرا عملنا الستة. المرحلة بقى الاصعب ان احنا نعملهم مربع. مش مصدق نفسي انا عملت ده. ده ايه الوش؟ ده الفوق. الفوق بقى ما احنا لسه هنفضل الحاجات. انا خايف بس تكون في حاجة تسرب تعمل بيبي. بيبي صرب. هنقص بقى دي نصين وناخد اللي جواه نفضل ايه؟ كده كده تمام؟ صدقني والله همس طلع عندها حق عشان ايه احنا لما بنقصها من ناحيتين كده بنفك البريشر الموجود فكل حاجه بتنزل. عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا اتبهدلنا والمكان هنا بهدل. في حاجه بتسرب وير يا ليلي مش هتنجح يا مانا. هي من الاول في عندي فكره منفوخ. وحاولنا ان احنا ما نستسلمش وعملنا هذا المربع. احنا لازم اي تجربه تنجح معانا فاحنا نحاول نعملها بس بالطريقه التقليديه دي اللي كانت في اول فيديو. مش لازم المربع. مش بحب ان انا تجربه تفشل معايا بالشكل ده. لو ما نجحتش هنزل اوزع رز بلبن. لو نجحت بقى هنزل اوزع قطع كنتاكي. نسبة انها تنجح بقى عالية شوية. واو تمام اللحظة الحاسمة. هاتي بقى الاستشوار يا رب يا جماعة. ادعوا لنا يا جماعة. احنا بصوا في موقف اصعب من زنقة الامتحانات. بسم الله ما تخليهاش كبيرة بس طب انا نجحت. يا خلاص طفي النور يا همسة. طفي هي وانا كمان مني. تمام يا جماعة بصوا ايدي. لا بس منورة عشان تعرفوا هتفتى قد ايه. بصوا يا جماعة المناديل اللي احنا كنا نمسح بيها بصوا تاني مرة اخرى فهي فست تاني. التجربة ناجحة
100%. I am very happy. Let's talk English. We are so much very happy. Give us like and the follow. يا جماعة احنا تعبنا جدا في التجربة، جربناها ربع مرة واخيرا نوعا ما ظبطت معانا بنسبة 80%. ما خلاص يابا ماشي. و يا همسة وبجد انا فرحان جدا يا همسة. انا تعبت جدا في التجربة دي لو لقيت فيديوهات تانية منشنلنا عليها في الكومنتات عشان اجربها الفيديوهات الجاية وبس كده. سلام.